السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. النهاردة هنقول لكم على دواء فعال جدا لزيادة خصوبة الطيور، ولما تزود خصوبة الطيور سواء ديوك أو بلالين، ذكورة بط أو بط نتايات أو وزة أو حمام، انت لما بتزود الخصوبة ده بيزود الانتاج وكمان بيزود نسبة الفأس. لو انت عندك شوية بيض كده ومخصبين، لو طلع منهم 90% مخصب غير لما يطلع 100% مخصب. فاحنا النهاردة جايين نقولك ازاي تخلي نسبة الخصوبة 100%، نسبة التلقيح 100%، ازاي تخلي كل البيض الناتج او اللي طالع من الفراخ او البط او الوز او الحمام يكون مخصب كله حرفيا بنسبة 100% عن طريق الدواء اللي هنتكلم عنه النهاردة. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. مفيش شك طبعا ان الادوية لها دور كبير جدا فعال، بيختلف عن الطريقة بتاعة استخدام الاعشاب والحاجات الطبيعية. يعني طريقة العمل بتاعة الدواء بتختلف عن طريقة عمل الاعشاب. الاعشاب بتبقى متخصصة اكتر، لان الاعشاب كتيرة جدا، الاعشاب كتيرة جدا، في مثلا زنجبيل، في كركم، في حبة بركة، في مش عارف ايه، شطة، كل الاعشاب دي ممكن تزود لك الخصوبة، تزود لك المناعة، لكن كل عشب بيبقى متخصص اكتر لعلاج مشكلة ما. الانسان بقى طبعا مع العلم ومع تطور العلم بقى عندنا القدرة اننا نجمع الاعشاب مع بعض. يعني مثلا الزنجبيل مع الكركم يحوشوا الالتهابات، اللي مش عارف حبة البركة مع ايه يعملوا ايه، وهكذا، تمام؟ لذلك الادوية بيبقى تأثيرها كبير جدا وسريع جدا على الطيور. عشان كده احنا النهاردة جايين نقول لكم على دواء يعني هتلاقوه في كل الصيدليات، هو دواء بيطري مش دواء بشري، موجود في كل الصيدليات، يعني مش هتتوه عليه باي شكل ومش هتتعبوا، وكمان مش هيكلفكوا اي حاجة، مش هيكلفكوا اي حاجة، يعني حاجة رخيصة جدا، وكمان مش هتستخدم منها كمية كبيرة، هتستخدم منها كمية قليلة، هتزود نسبة الخصوبة او قدرة الديك على التخصيب، وكمان هتزود الخصوبة اللي عند الفرخة او البط او النتاية او الوزة او اي نوع من انواع الطيور، الخصوبة هتزيد عنده. ولما الخصوبة تزيد عند الفرخة البياضة مثلا هتلاقي انتاج البيض عندها اكتر وحجم البيضة اكبر، ولما الخصوبة عند الديك تزيد هتلاقي كل البيض اللي طالع من الفرخة مخصب كله حرفيا. يبقى انت كده لما تاخد البيض ده تحب تفتح بيه مشروع او تعمل اي حاجة تجيب لك ربح مثلا او حتى لاستفادتك الشخصية، هتلاقي كل البيض مخصب، كل البيض فيه بذرة، وتقدر انت تطلع منه انتاج وتكبر المشروع براحتك، تمام؟ عايز تستخدم الدواء ده هيكون ليه شوية ضوابط. ان اول ضابط انك تستخدم الدواء بالمعدلات وبالجرعات اللي مكتوبة على الكيس، واللي هنقولها مع بعض، بس انت هتلاقيها مكتوبة على الكيس. هو اصلا الدواء ده رافع مناعة، 20% منه فيتامين سي، وبيستخدم برضو لحالات الاجهاد الحراري، لكن اكتر حاجة هو مؤثر فيها هي زيادة انتاج البيض وزيادة الخصوبة. الدواء اسمه نيوترا سي، نيوترا سي مليان بفيتامين سي، وبيستخدم مش بس للدواجن، كمان للماشية، للحيوانات الماشية برضو بنستخدم معها نيوترا سي. لازم تعرف نيوترا سي ده مكون من ايه وايه الحاجات اللي بتفيد فيه، يعني هو ليه مفيد. كل كيلو جرام من النيوترا سي مليان بفيتامين جيم وفيتامين الف، وفي كمان ايه ديكستروز، تمام، مليان بحاجات كتيرة جدا مفيدة. انت عندك مثلا كل كيلو جرام من النيوترا سي في قد ايه، في 200,000 ملي جرام من فيتامين جيم، وفي 2 مليون وحدة دولية من فيتامين الف، وفي كمية كبيرة جدا من الديكستروز، تمام. الجرعة بقى وتستخدمه ازاي، بس قبل ما تعرف الجرعة، دواعي الاستعمال، هو منشط قوي للمناعة ومضاد للأكسدة، كل ده هتلاقيه عندك في الكيس وانت بتشتري دواء نيوترا سي.
اول حاجه هو منشط قوي للمناعه ومضاد للاكسده، وكمان بيستخدم في علاج حالات الاجهاد والاحتباس الحراري، وكمان زياده معدلات انتاج البيض وصلابه القشره، وتحسين اداء خلايا الدم البيضاء، وبيحمي برضو الغدد الليمفاويه اثناء الاصابه بالجمبورو، وبيزود معدل النمو وبيخفض معدل النفوق، ولازم يتخزن ويحفظ في مكان جاف وبارد بعيد عن أشعة الشمس وفي درجة حرارة أقل من 30، وبيستخدم استخدام بيطري فقط، ما بيستخدمش للبني أدمين خالص، هو ملوش علاقة بالبشري، هو بيطري للماشية والدواجن، تمام؟ ولا تستخدم إضافات الأعلاف في الحقن خالص، ما ينفعش تستخدم إضافات الأعلاف في الحقن، تمام؟ هتلاقيه منتشر جدا في أي صيدلية بيطرية. إيه بقى الجرعة وطريقة الاستعمال؟ أنت بتضيف نص جرام لكل لتر مية شرب، نص جرام لكل لتر مية شرب، تمام؟ او ممكن يضاف بمعدل 10 جرام لكل راس في اليوم، 10 جرام لكل راس في اليوم، تمام؟ انت هتستخدم ده طبعا، انت مستغرب انت هتستخدم ازاي الكميات دي، تمام؟ دي للمكترات، المكترات بتستخدم بمعدل ايه؟ 10 جرام لكل راس في اليوم، ده للحيوانات، تمام؟ 10 جرام لكل مثلا معزة، او 10 جرام لكل اي نوع من انواع الحيوانات اللي انت بتربيها، انما للدواجن انت بتستخدم قد ايه؟ نص جرام لكل لتر مية شرب. انت كده ايه؟ عرفت تستخدم الجرعات. هل الجرعات دي انت لو غيرت فيها هيحصل ضرر؟ يعني ما اقدرش اقول هيحصل ضرر، لكن انت خليك في السليم، لان دي راحت ولا جات ادوية يعني محضرة ومعبأة عن طريق تفاعلات كيميائية، والموضوع داخل فيه تفاصيل كتيرة جدا احنا مش هنكون ملمين بيها قوي. فانت لازم تعمل ايه؟ لازم تاخد بنفس الجرعات اللي مكتوبة على الكيس، مش ضروري تكتب ورايا. انت كده لما تشتري الدواء ده اللي هو اسمه نيوتراسي، هتلاقي مكتوب على كيس الجرعات، وتستخدمه للدواجن ازاي، وتستخدمه للحيوانات ازاي، والفوائد بتاعته، دواعي الاستعمال، وفي فيتامين سي بنسبة 20%. هتلاقي كل المعلومات دي مكتوبة على الكيس، يعني انت مش هتوه وانت بتنقي الدواء، هو كده مفيش غيره، اسمه نيوتراسي، علاج فعال جدا لضعف الخصوبة، بيخلي نسبة الفأس ونسبة البيض المخصب 100% حرفيا، 100% دي مش مبالغة، 100% دي انت هتجربها بنفسك لما تستخدم الدواء ده وتستمر عليه، وبعد كده تفكر تعمل عملية ترقيد وتفقيس، هتلاقي البيض كله طلع كتاكيت، البيض كله هيطلع كتاكيت، سواء بيض فراخ هيطلع كتاكيت، او بيض بط هيطلع صغار بط، او بيض وز برضو، او بيض حمام، كله هيكون مخصب، ونسبة الفأس هتكون عالية جدا ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله تصل لنسبة 100%. ده كان الفيديو بتاع النهاردة. ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. وما تنساش تعمل تعليق على الفيديو باي مشكلة بتواجه في عالم تربية الطيور، ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.